عليكم ومرحبا بكم في لا شين يوتيوب لابيل اسيت دي زيد الطبخ مع ليلى اسهل. كما راكم تشوفوا رانا اليوم انصامبل باش نديرو اون غوسيت دو غلاس ميزون. جون اي في دو زاروم ديفيرون، وحده غو كراميل بلوتو وحده غو شوكولا وحده غو فريز. وعطيت لكم يعني كي تشوفوا لا فيديو ان شاء الله راح تلقاو يعني باش ديروا دي غو واحد اخرين كراميل بانان، يعني فريمون او شوا. جوزو وان شاء الله راح تعجبكم الوصفه. راني دايرت لكم وصفتين في وصفه واحده، وخير الوصفه اللي تساعدكم واللي تعجبكم. بسم الله نجوزو ونشوفوا كيفاش نوجدوها كيف كيف. راح نبدا نخدم مي اون ميم طون راني يعني نعطيكم في المقادير واش عندي هنايا. عندي 250 مليلتر تاع حليب، الحليب يعني يكون بارد بيان، وراح نزيد له ربع مغارف كبار تاع شانتي، دونك 250 مليلتر دو لي فري. و اون ميم طون نزيدو لهم 4 كويارا سوب تاع لا بودغ دو شانتي. راح نخلطهم كيف كيف، وراح نخلطهم بالباتور. هنا ما راحش تطلع لك اون شانتي. وشنو يفوت واحد يخلطهم بيان باش يكون عندي خليط متجانس. فوالا هنا بعد ما خلطكم كيما راكم تشوفوا يعني شوفوا الحليب ديالي ما طلعليش شونتي، هاي ليك لا تيكستور ديالي يعني يقعد ليكيد. هنا راح نبدا ناغوماتيزي. واش عندي لهنا؟ هنا عندي جولي كونسونطري، حليب المحلى المركز. عندي هاد لا مارك شريتها، يعني يعطي بنينه ويعطي قوام شباب. ها هو لو بري ديالها كيما راكم تشوفوا توفيا، يتباع يعني 18000 ماشي غالي بزاف كيما لا مارك دي مارك واحد اخرين. فوالا هاد الباطا راح تشد لكم تستعملوها في بليزيوغ اوتيليزاسيون، مي اون ميم طون كيما قلت لكم ماشي غاليه بزاف، تباع 18000. واش راح ندير لهنايا؟ راح ندير ربع مغارف تاني، ربع مغارف هكذايا كبار تاع لو لي كونسونطري، راح يعطي لهم القوام المليح، راح يعطي يعني بون تيكستور، ويعطي لهم لو غو تانيت ان بون غو. هاد لا غوسيت لي راني ندير لكم فيها درناها بلي كونسونطري. اي لا دوزيام غوسيت لي راح نديروها في لو غو فريز، راح نديروها يعني سون لي كونسونطري. و ابو لو شوا، تحبوا ديروا بلي كونسونطري ولا سون لي كونسونطري، يعني او شوا. واش راح نزيد لهنايا؟ هنا راح نزيد الكاكاو. عندي هنا الكاكاو المر، ما حاش ندير له كاكاو سكري، لو كاكاو بران يعني لا شانتي ديالي تكون حلوه، لو لي كونسونطري حلو. يعني كي نزيد ندير الكاكاو هذاك كلير يكون محلى كشغل يجي بزاف حلو، يعني فغيت او شوا دو بريفيرونس يعني صيروه انايا باسكو هنا ما صيرتوش. واش راح نزيد؟ راح نزيد نخلطو بالباتور. بعد ما خلطتو لهنايا دوبت تقريبا نص طابلات دو شوكولا، يعني تقريبا 50 غرام دو شوكولا، راح زدتهم للخليط ديالي. اي اون ميم طون نزيد بالباتور، نزيد نخلطو حتى يعني يعطيني خليط متجانس بيان، اي براتيكمون لا غلاس ديالي راهي واجده. بعد ما خلطت بيان المكونات ديالي راح نحطهم دون اون بواط ارميتيك هكذايا، راح نفرغ لا غلاس ديالي، راح نغطيها وندخلها يعني في ندخلها في الكونجيلاتور تقريبا بين 4 الى 6 سوايع ماكسيموم، وتكون واجده ان شاء الله. هنا نجوزو نحضروا الوصفه الثانيه. واش عندي في الوصفه الثانيه؟ يعني تقريبا 250 مليلتر تاع حليب، الحليب يكون بارد، سي توجور لو ميم برينسيپ، دونك 250 مليلتر دو لي فخوا. راح نزيدو له زوج مغارف كبار تاع لو لي اون بودغ. فوالا راح نغومبلاسي كيما شفتو لو لي كونسونطري، راح اون فالو غومبلاسي بار لو لي اون بودغ. اي اون ميم طون راح نزيدو ربع مغارف كبار تاع شانتي. فوالا هما تاني تا راح نزيدهم الحليب ديالي، دونك 4 كويار اسوب تاع بودر دو شانتي. راح نخلط كلش بالباتور ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. بعد ما خلطت بيان راح اروماتيزي لا غلاس ديالي. كيما قلت لكم راح نديرها كو فريز. واش نحكم؟ نحكم اون بواط تاع فريز نوارا كو فريز كيما قلت لكم فيها يعني 50 غرام 50 غرام تاع لا بواط. راح نزيدها الخليط ديالي
نقدروا هنايا ان هنا واش عندي، راح ندير باسكو ما عنديش دي فريز، تقدروا ديروا ان كولي دي فريز يعني شويه تاع فريز ترحيوه وتزيدوا. سينو هنا انا عندي اغوم فريز راح نزيدو يعني باش قطرات هكذا شويه برك يعني جوست بور غولفي لو غو تاع لا فريز. راح نخلط كلش بالباتور. وشنو اذا حبيتو دوك تبدلو الذوق، اذا حبيتو ديرو غو كاراميل تقدروا ديرو فلان كاراميل وتزيدوا معاه يا لا كريم كاراميل هذيك اللي تتباع يا ان فلان كاراميل. اذا ما حبيتو زعما ديرو غو بانان تقدروا ديرو ثاني لو فلان بانان، زيدو فو زيكرازي اون بانان معاه بوغ لو غو. هنا راح نخلط كلش ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. فوالا ابري ما خلطت لا كلاص ديالي راكم تشوفوا فيها راهي واجده، درتها دون اون بواط ارميتيك، نغلق عليها ونحطها كيف كيف في الكونجيلاتور بين 4 الى 6 سوايع وتكون ان شاء الله واجده. لا كلاص ديالي راهي واجده 4 ابري، راح ندريسيها نديرها دون دي كوب ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. الكلاص ديالي زينتها بشويه كاوكاو محمص ومرحي، وهنا راني ندير لها في الكراميل من الفوق. يعني القرعه هذه شريتها هكذايا من السوق، خرجوا هايلين بزاف بزاف بنان. هاو لو ريزولتا فينال ديالي كيما راكم تشوفوا فيه، خرجت لا كلاص بزاف بنينه، على بالي لو كان تسيوها راح تعجبكم. فوالا فوالو سيتي لا غوسيت ديالنا تاع اليوم، اي ا بيانتو ان شاء الله بوغ اون اوتر غوسيت، ويعطيكم الصحه.